في الحقيقة إن المانع الأساسي للتوصل إلى صيغة توافقية هو بالأصح المطلوب احترام الصيغة الديمقراطية والقوانين الديمقراطية وانتخاب رئيس جمهورية. إنما المانع الأساسي هو ممارسة حزب الله ومن يدور بفلكه الذين عمدوا إلى تطهير النصاب، وعمد الرئيس نبيه بري إلى عدم عقد جلسة ثانية. هذا عامل أساسي في العرقلة. أضف إلى أن الصراع اليوم ليس فقط على رئيس جمهورية، إنما الصراع على أي هوية للبنان نريد، أي صورة للبنان نريد. هل نريد لبنان الانفتاح على العالم العربي، لبنان الدولة القائمة على المؤسسات، أم نريد لبنان كما نشهده اليوم ملحقا بمحور الممانعة وصندوق بريد لتوجيه الرسائل وتصدير كابتاغون وما إلى ذلك والتدخل في أمن الدول الجوار؟ نعم سيد جورج، إذن وكما أنت تعلم أن هناك تدخلات خارجية حول الشأن أو الوضع اللبناني الداخلي، سيد جورج، إلى متى سيبقى لبنان أسير هذه التدخلات؟ ولصالح من كل هذه الفوضى، كل هذا التشتت وكل هذه الاختلافات في البلاد؟ إن هذه الفوضى هي مأساة على الشعب اللبناني، ولكنها نتيجة تراكمية منذ العام 91 بدء تطبيق الطائف بشكل ملتوي، يوم تم تفويض ملف لبنان إلى الرئيس السوري حافظ الأسد كعربون شكر على الدور الذي لعبه في حرب الخليج الثانية وانضواء جيشه مع القوات الدولية لتحرير الكويت. منذ ذلك اليوم ونحن نعاني من تفكك الدولة من نهج قام على الفساد والمحسوبية وعلى وجود رجالات يرتبطون بأجندات خارجية وعلى رأسهم حزب الله الذي لا يستحي بأن ولاءه وماله وسلاحه وكل ما هو لديه هو من إيران ويرتبط بإيران وبالولي الفقيه. هنا جوهر المشكلة. المشكلة هي مشكلة عضوية وليست مشكلة ظاهرية ترتبط برؤية ومفهوم حزب الله اللبنان. نحن بحاجة اليوم لنكون صريحين وبدأنا نسمع هذه الأصوات في لبنان. علينا أن نتفاهم أي دولة نريد. الشعب اللبناني يريد أن يعيش بكرامة، المواطن اللبناني يريد أن يعيش بكرامة، من حقه السعادة وامتلاك الحقوق. لا يمكن أن يبقى ثقافة الموت المنتشرة هذه التي يعممها حزب الله ومن يدور بفلكه. نعم سيد جورج. طيب سيد جورج، ما هي الحلول المتاحة اليوم أمام مجموعة الدعم الدولية وأمام المجتمع الدولي ككل لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، على علما أن السياسيين اتفقوا ألا يتفقوا؟ في الحقيقة اليوم الحلول شبه معدومة، لأننا أمام مشهد قاتم. فالأفرقاء في لبنان كما ذكرت مقسومون. المجتمع الدولي يحاول أن يضغط. كنا شهدنا اجتماع الخماسي في باريس. المعايير الدولية أضحت واضحة، واليوم جاء في البيان بيان مجموعة الدعم التذكير بالإصلاحات وبالتزام الطائف وانتخاب رئاسة جمهورية، الحديث عن صندوق النقد، الحديث عن انتخابات البلدية وعن انفجار المرفأ. كل هذه الأمور مجتمعة تعود إلى نقطة جوهرية، نعم وهي فلنبدأ بالإصلاحات ولنبدأ بانتخاب رئيس. تمام سيد جورج العقوري، كنت معي من بيروت. سيد جورج العقوري طبعا كاتب وصحفي، أشكرك جزيل الشكر.